السايد فيو احنا باين فيه ايه؟ يعتبر السايد فيو هو الفيرتيكال بريسنج بس بتقطع العمود. خلينا نطلع السايد فيو بتاع العمود. هناخد العمود كده كوبي من غير بقى الجري، احنا هنبقى قاطعين في نص العمود. فيبقى عندنا ايه؟ عندنا تحت الفيو التاني بتاع العمود. خلينا ناخد اي بي 500 روتيت. يبقى عندي فلانج يمين وفلانج شمال واتنين ويب، ونهشر الويب كده. تمام، عندي أول حاجة البيس بليت تحت. الاتجاه التاني ده كان 220، هنخليها ناخدها كوبي على طول وأعمل لها روتيت. خلينا ناخد ايه الكلام ده من هنا كوبي نحطه هنا ونبدأ نظبطه. ناخد الخط ده من وش العمود ونحط عليه وش العمود اللي في الكونكشن. يبقى عندي حدود البليت هي دي، هذه أول حد للبليت. وهذه آخر البليت. فيبقى هنا البليت ده أوله وده الآخر بتاعه. تمام، نشيل بقى ده كده. يبقى أنا كده خلصت البليت. أقطع العمود على البليت وناخد الجراوت هنا نحطه على آخر البليت. تمام، بعد كده الجوايت. عندي جوايت هنا وجوايت هنا، فاخد ده موف واحطه هنا، واخد ده موف واحطه هنا. بعد كده القلم هيد، احنا كنا قلنا هناخدها 800 في 500، ده 800 يبقى ده المفروض 500. فاجي من النص هنا اعمل اوفست 250 و250. يبقى كده خلصنا البيز بليت. اطلع هنا شوية الاقي هنا في الاسترات اللي جاي من هنا، الاسترات برضو نحط السيكنس بتاعه داش. وبعد كده اعمل الكلام ده كوبي هنا وهنا وهنا. تمام، خلاص كده. يبقى ده العمود اهو وادي السايد فيو بتاعه. محتاج بقى ارسم ايه البريسنج. خلينا ناخد باكيه فيها بريسنج ونزودها هنا. العمود اللي في النص ده اللي هو على اكس اي، نجيب البريسنج بتاعه اللي هو برضه على اكس اي. عندي خلينا من البورتال فريم اكننا بنرسم العمود ده. فيبقى عندي ايه؟ ادي الاسترات اللي فوق اللي احنا رسمناه، وادي التاني، وادي الاسترات اللي في النص. عندي تحت ده شكل البريسنج، وخلينا ناخده كوبي خلاص من السنتر هنا نحطه هنا. تمام، هادي شكل البريسنج اللي عندي. امسح ده وامسح ده. البريسنج احنا عارفين ان هو دبل انجل، فخلينا ناخد ان هنا دبل انجل مثلا 90
وعمل لها اللاين على السنتر لاين، تمام، ونمسح السنتر لاين. طيب عايزين بقى نرسم الكونكشن اللي تحت دي، ونرسم دي ونرسم دي. اول حاجة الكونكشن بتاعت البوكس بتبقى عبارة عن ايه؟ باجي على البوكس هنا اعمل له بليت الاول، البوكس ده كان 140، فانا اعمل له بليت 160 في 8 مثلا، خليه رأسي كده. تمام، ونخلي ده لونه أزرق. نعمل تريم. يبقى أنا قفلت البوكس الأول ببليت، وبعد كده باجي على البليت ده اطلع منه بليت تاني، يبقى بقى 120 في 120 بالمنظر ده. يبقى انا عملت قفلت البوكس ببليت، وبعد كده عملت بليت عمودي عليه. بعد كده البليت العمودي عليه ده هحط له ايه؟ 4 مسامير، وهنقسمهم 30 60، فيبقى هنا ايه؟ 30، وأعمل لها كوبي 60، وبعد كده أعمل لدول موف 30، وأعمل لهم كوبي 60. دي الكونكشن المعتادة. طيب بنعمل ايه بعد كده؟ عايز أحط كروس بليت، فأنا هاجي أبعد ده كده 15، عملت ستريتش 15، وأجي من آخر الخط ده أعمل أوبسيت 120، يبقى ده حدود الجاست بليت اللي انا هعمله مع العمود. الجاست بليت اللي انا هعمله مع العمود هعمله ازاي؟ هاجي خط كده عايز اديله زاوية 15، ادي اهو، ادي 15 درجة، وتحت 15 درجة. يبقى انا عايز اقفل الجاست بالطريقة دي. الاول عايزين نبعد 2 مللي عن الويب، يبقى 20، وخش أقرب كده لحد 20 ملي. بعد كده أجي أرسم هنا ده القصد بليت، فيبقى المنظر بتاعي شكله عامل كده. مش عارف ليه دايما، يعني شفتها كتير إن الناس لما تيجي ترسم الممبرز بتاعة البريسنج بيدخلوها جوه الويب بتاع العمود. لا، انت لو بصيت في البلان هتلاقي ان العمود كده، فاخر الممبر ده ان هو يخبط في الويب بتاع العمود. انا مركبه في النص هنا، مش هينفع يعدي من الويب الناحية التانية، فانا عندي اخري هنا الويب، الجاسب بليت بيبقى ملحوم مع الويب، والممبرز بتاعتي اخرها تبقى على بعد 20 ملي من الويب. طب لو عايز اشوف بقى البوكس ده في البلين بقى في رسمة الكرين، لو فاكرين كان البوكس هو عايزين نرسم الكلام ده معاه، هرسمه ازاي؟ خلينا ناخد دي كده كوبي. عايز ارسم الفيو بقى البلان بتاع الكلام ده. اول حاجة هيبقى عندي بليت، بليت ده هو نفس البليت ده لانه مربع. واجي اقطع الكرين كده. تمام، ادي البليت اللي انا قفلت بيه البوكس، فاضل لي بليت عمودي عليه، وبعد كده جاست بليت طالع من العمود، وبعد كده مربوطين مع بعض المسامير. البليت اللي طالع ده كان عرضه قد ايه؟ 135، فانا هاجي اعمل بليت 135 في 8،
ويبقى في السنتر هنا. أبعده قد إيه عن العمود؟ كنا بعدناه 20، فاجي هنا أوفست 20 وآخد الكلام ده أبعده عن العمود كده، يبقى ده برضو بليت اللي لونه أزرق. فاضل لي البليت اللي لونه أخضر، هو بقى إيه بيبعد عن ده 15 ولازق في العمود. وده اللي لونه أخضر، تمام. وبعد كده عندي مسمار هنا على بعد 30 ومسمار على بعد 60، 30 60. سكيل 16 على 22، ناخد كوبي نحطه هنا. يبقى كده انا رسمت كونكشن الاسترات مع العمود في البلين. ناخد الكلام ده نعمل له ميرور الناحية التانية. يبقى دي رسمة البوكس مع العمود في البلين. بنطلع جسد بليت من العمود، كان نقفل البوكس ببليت وبليت عمود عليه ونمسمرهم مع بعض. ده شكلها في البلين اهو، وده شكلها في الاليفيشن. طيب بعد ما رسمت ده هاخد الكلام ده كده واعمل له ميرور الناحية التانية، واخد اعمل له كوبي طيب ممكن الكونكشن. تعالى نرسم دول بدل ما هما بوكس، خلينا نعملهم ستار شيب. ناخد السنتر بتاعهم الأول عشان برضو نبقى عرفنا لو الاسترات انا عامله ستار شيب هيبقى شكله عامل ازاي. ادي الستار شيب، احنا نسينا اصلا نعدل الستار شيب دي هنا، ان احنا عارفين ان الستار شيب بعد الجاست بليت كل اللي انا مسحته ده بيبقى ايه، بيبقى دوتت. يعني لو جيت هنا اعمل تريم من دول، وبعد كده الخطوط اللي تحت دي بتبقى دوتت. بس بيبقى هنا ايه، زي ما قلنا فوق 5 سوليد، 1 دوتت، تحت 3 و3. خلينا ناخد كده الممبر ده كده كله واعمل له كوبي، وبعد كده اعمل له روتيت، ويبقى ده الستار شيب بتاعي. نعمل له ميرور وبعد كده نبعده عن الويب بتاع 20. يبقى ده مكان الستار شيب، وهنا مفيش بريسنج، فنعمل لاين على 15 درجة وناخده ميرور تحت. تمام. طيب نيجي بقى على الممبر الناحية التانية. الممبر ده يبقى ستار شيب برضو. ساعات وانتوا بتعملوا ديتيلينج بتاخدوه ستار شيب على طول بما انكم شغالين يعني، فما بتاخدوش بالكم. بس تعالى كده نبص بقى في البليسنج. انا دلوقتي لو عندي الممبر ده ستار شيب، احنا دلوقتي راسمين العمود اللي هنا، لو الممبر ده ستار شيب اللي هنا ده، فانا واخده ستار شيب عشان الباكنج بتاعه هو الطول ده كله اللي هو حوالي 6 متر او 7 متر. ينفع بقى الممبر اللي جوه ده اللي هو من هنا لهنا ينفع بقى ستار شيب برضو؟ لا، ما هو ده نص الطول، فغالبا الممبر اللي في النص ده هيبقى دبل انجل كفاية عليه، كفاية عليه قوي كمان، وهيبقى الممبر بتاعه اصغر من الممبر ده. فما ينفعش اجي في اللوحة الاقي ان ده
ستار شيب، واللي جاي مع الفيرتيكال بريسنج برضه ستار شيب. لا هلاقي اللي بره هنا ده ستار شيب عشان الباكلينج بتاعه، واللي جوه ده هلاقيه دبل انجل عادي او سنجل انجل كبيره شويه. فهلاقي ان اللي تحت ده برضه عباره عن ايه، دبل انجل في الحاله دي. اجي هنا احنا عارفين ان الدياجونال اخره ان هو ما يخبطش في الستيل، 20 ملي، ادي 20 ملي، فيبقى ايه، عارفين ان الدياجونال اخره هنا. بعد كده نرص المسامير بتاعت الدياجونال وال الاسترات ده، اللون رسوم 30 60، وهنا برضو نعمل اللاين الأول. تلاتين وكوبي 60، وعايزين نجيب آخر البليد، فنعمل اوفست من اللاين ده 30، وبعد كده ننزل ايه رأسي، وبعد كده نقفل مع البليد ده، ونحاول نقفل مع، مش هتيجي خلاص مش مشكلة. هنا محتاجين نزود كمان مسمار. تمام، لو جيت بصيت هتلاقي ان الكونكشن اللي هنا بعيدة، الجوسب بليد ده بعيد عن العمود، فيبقى فيه اكسنتريستي كبيرة. فانت ممكن تعمل ايه بقى هنا، تقرب ده وتغير زاوية الميل بتاعة البريسنج، بدل ما انت كنت عاملها بالمنظر ده، لا انا اقسمها اخليها 4، فتبقى بالمنظر ده كده. تمام، فبعد لما تبقى بالمنظر ده هتلاقي ان الكونكشن دي لما زاوية الميل دي تزيد، هتلاقي نفسك بتقرب من الجوسيت بليت، بتقرب الجوسيت بليت من العمود، ساعتها الجوسيت بليت بتاعك يطلع صغير. بعدين انت ممكن ايه تعدلها بقى هنا، وترجع ايه تعدلها في اللي اوت عادي. هنا الكونكشن لو عايز اعمل بقى الكونكشن دي مع يعني دي بدل ما كانت مع كورد، عايز اعملها مع بوكس، بنعمل ايه برضه، اجي اقرب كده نبعد عن البوكس 20. تمام، هي تقريبا 20، وبعد كده اجي ارص 30 60، ادي 30 60 30، وناخد ده نعمل له اونلاين هنا. يبقى انا كده ايه حطيت المسامير دي. عايز انزل بقى بالجاست بليت هنا رأسي، وعايز امشي بيه هنا افقي، فاقوم واخد ده كده، فين الجاست بليت بتاعي، هو الاخضر ده، فاعمل ستريتش وامشي بيه لحد الخط ده كده، وبعد كده اقطع البوكس هنا، والجسد بليد ده بقى خلاص اشيله، واعمل جسد بليد تاني بالمنظر ده، نعمل ميرور. فيبقى كده هو ده شكل الجاست بليت اهو، وماسك معاه البوكس وماسك معاه الاي.
طيب بنعمل ايه بعد كده؟ بنيجي بقى نهشر العمود في الجزء اللي فيه كونكشن. يعني انا عندي كونكشن هنا، فاقوم جاي قاطع العمود كده، وقطع العمود من فوق هنا، واقوم جاي على الويب في الحتة دي وهشره، اسوده يعني كده، واجي اعمل له اتش سوليد بيج بوينت، خلينا نعملها بولي لاين. تمام، نعمل كده وناخد ده كده كوبي في الحتت اللي فيها كونكشن. ونمسح الجزء اللي فوق. طيب فاضل لي الحتة اللي فوق في العمود والحتة اللي تحت في العمود. الحتة اللي تحت دي سهلة، هقرب ده كده وبعد كده عندي هنا 30 60 برضو. وهرص المسمارين هنا، وبعد كده الجاست بليت بتاعي هقفله من طرف البيز بليت لحد النقطة دي كده، وبعد كده أفقي. وبعد كده بنعمل هنا هونش صغير كده عشان اللحام برضو، وبعد كده بنحط المسمارين كده. دي ايه خلصت. خلينا ناخد المسمارين دول، هو نفس الميل أصلا. خلصت الكونكشن اللي تحت. الكونكشن اللي فوق بقى عندي ايه؟ المفروض ان انا بقفل العمود هنا مع نهاية العمود ده. ده كده نهاية العمود. وبعد كده عندي ايه بقى؟ عندي فوق البرلين، لو عندي برلين في النص يعني، وده في الغالب بيبقى عند المنظر ده بالظبط كده، هاخده كوبي ونمسح منه الجزء ده والجزء ده، هنكبره بقى شوية هنا وشوية هنا. ده لو أنا عندي برلين فوق العمود على طول. بقى كده ده السايد بتاع العمود، وده الإليفيجن بتاعه، ودي الكونكشنز بمختلف أشكالها. طيب بعد ما اخلص الجزء ده بقى نعمل ايه؟ خلصنا كده اللوحة؟ لا، اول حاجة بقى نعمل ايه؟ نمسك كل ممبر من دول نكتب القطاع بتاعه عليه. اجي هنا اكتب ده IBE 300، ده نص IBE 300، ده IBE 500. بعد كده ابدأ ادي الارتفاعات دي، المسافات قد ايه بينهم، واجي هنا اكتب على كل انجل القطاع بتاعها والاسترات القطاع بتاعه قد ايه. بعد كده بقى امسك الكونكشنز دي، هاجي مثلا على كونكشن زي دي، واقوم كاتب تحتيها كده، خلينا نقفل مع بعض كونكشن، وبعد كده هنقفل الباقي كله زيها. فاجي على دي اكتب كابيتال اند بليت سيبنس 20 ملي تحتيها بولتس ار ام 25 جريد 10.9. ده بقى على حسب ايه تصميمك انت. تحتيها نكتب الويلد أول حاجة، فور فلينج كنا بنعمله دايما في الفلينجات، بنعمله فول بنتريشن عشان يسيف. وبعد كده تحت فور ويب 8 ملي مثلا، فيلت ويلت
8 مللي. بعد كده ستيفنرز ار 6 مللي مثلا. طبعا انت هتبقى مصمم بقى الحاجات دي كلها وعارفها بالظبط لكل كونكشن قد ايه. في حاجة تاني كده؟ ما اعتقدش في حاجة تاني. تاخد دول كده تحطهم في مستطيل، وتكتب بقى المستطيل ده من فوق ديتيل 01، او في ناس بتكتب كونكشن 01. كبر ده شوية، خليه 100 مثلا. وبعدين بقى نعمل مستطيل كده ونيجي جواه نكتب ديتيل 01، أو نكتب كونكشن 01 على حسب انت كاتب هناك ايه، سي ان 01. بعدين ناخد المستطيل ده نحطه جنب الكونكشن ده او ده، يعني على حسب انت عامل ايه، عشان مش هتعمل الاتنين طبعا، هيعمل واحد بس منهم. وبعد كده اجي هنا اكتب دي كونكشن 02 واعمل مستطيل لي كونكشن 03، وهكذا امسك كل الكونكشنز اللي انا مطلعها دي، كل واحده اكتب لها التفاصيل بتاعتها. وطبعا الكونكشنز بقى مش هنسيبها فاضيه كده، لا انت لازم تيجي بقى تدي ايه فول ديتيلد كونكشن، يعني تدي له المسافات دي كلها قد ايه. تديله المسافة الكلية وتيجي هنا تديله المسافات دي كلها، والجميل انك ممكن تعمل ميرور للدايمنشن عادي. فممكن تاخد الدايمنشن ده كده تعمل له ميرور فيروح على الانجل اللي الناحية التانية، وبعد كده تدي بقى قطاعات ان قطاع البرلين ده كذا، وقطاع الانجل دي 45، وده قطاع الرافتر. تيجي تكتب تحت ده ديتيل اوف ني بريسنج، هنا نفس الكلام برضو، ادي بقى ديتيل فول دايمنشن. اللي بيحصل بقى لما تيجي تقفل اللوحة انك بتاخد السايد فيو، ممكن تاخد العمود بتاع المين فيو بس معايا دوب باكية من هنا والحد الهونش اخر الهونش مثلا كده، وناخد الكلام ده كوبي، وبعد كده نقطعه. بالمنظر ده كده، وبعدين تلفل العمودين مع بعض تمام كده. وبعد كده بقى تبدأ تحط الديتيلز، في توزع الديتيلز يعني بقية اللوحة، يعني عشان يبقى شكلها كويس، يعني حاول تظبط اللوحة يبقى ايه شكلها كويس، بيبقى اللوحة شكلها كده تبقى مايلة. وهنا الجزء اللي بيتكتب فيه النوتس والحاجات دي، حاول بقى توزع ايه الديتيلز بتاعتك بالترتيب من فوق لتحت، يعني تحت فوق يبقى الكونكشنز اللي موجودة فوق، تحت الكونكشنز اللي موجودة اللي هي البيز بليت مثلا تحت تبقى هنا،
وهكذا. حط بقى الديتيلز دي كلها، ابدأ وانزعها في اللوحة بتاعتك بشكل كويس، وابدأ بقى حط ديتيلز مثلا على الفيو بقى بتاعك، ان انت تيجي على التراس هنا تحط له الابعاد دي كلها. كده يعتبر احنا عملنا المين سيستم كولوم، ومعاه التراس، ومعاه الديتيلز بتاعة الرافتر لما يكون الفريم يعني هوت رولد، وشوفنا ازاي بنرسمه في الاليفيجن وفي السايد فيو، ورسمنا معظم الكونكشنز، ورسمنا معظم الديتيلز بتاعة الكرين حتى والبيس بليت. المرة الجاية هنعمل العمود مع رافتر بس يكونوا بيلت اب سيكشن، وبعديها هيبقى في الاند جيبل، هورزونتال بريسنج، فيرتيكال بريسنج، ولوحة الميزانية.